يقول في بلادنا الحكومة أعطت بعض العائلات مبالغ مالية كبيرة وضعتها في البنوك كي تستثمر، ولا ندري كيف تستثمر، ويأخذ صاحب هذا المال مبلغ 200 دينار شهريا، وهذا على سبيل الإلزام من الحكومة، هل يجوز لنا هذا المبلغ؟ المبلغ إذا كان يتعامل فيه بالربا أو بالحرام فلا يجوز لكم، لا يجوز لكم، وأنتم تعلمون أن هذا المال يستثمر في الحرام من الربا وغيره من المحرمات، لأن الحرام لا يجوز للمسلم أن يستعمله، والربا بالخصوص، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.